لقاء مرتقب، شوف التركيز الواضح، شاهد الأجواء، الكل يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم. بعد قليل سنكون معكم من ملعب الملك فهد، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من ملعب الملك فهد. فارس عوض محدثكم من كابينة التعليق في تغطية لمجريات هذا اللقاء. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن الدوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث سيكون فريق النصر السعودي في مواجهة نادي الاتحاد السعودي. نريدها مباراة قوية وكبيرة من الفريقين، نتمنى بأن نستمتع. فرصة للتقدم في المباراة، مذهل حارس المرمى في هذا التصدي. كرة خطيرة، هدف أول الآن، هدف مبكر من بدري سجلوها، أشعل المدرج، بداية قوية هنا. المباراة الآن بنقطة تحول كبيرة. التقدم لمصلحة الاتحاد. بناء جيد لهذه الهجمة. الخيبري قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. كمارا، بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة. كرة بتضيع. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. كرة خطيرة على المرمى. يا الله، ماذا أهدر، ماذا أضاع، كانت فرصة سهلة من أجل التسجيل. كم ممكن يروح بالنتيجة لفارق الهدفين ويمنح جماهير الراحة؟ الآن لا يلوم إلا نفسه إذا أتى التعادل. رمي التماس، رمي التماس للاتحاد. نظرة ممتازة للملعب، بمروة تقدم الكرة، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. عند الإمكانية هنا، تدخل ناجح على الكرة. فرصة خطيرة هنا. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ كرة بتروح للمرمى، لا دفاع لا حارس، الكرة بكل سهولة في الشباك. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تمريرة بدون تركيز، والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. يفقد الاستحواذ. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. ماذا سيفعل الآن؟ الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. والآن تخرج إلى ضربة ركنية. مباراة من مباريات فهد المولد الكبيرة، اليوم يومه، قدم أداء كبير في أرضية الملعب، يستحق بأن يكون نجم هذه المباراة بدون منازع. الأداء اليوم كان مثالي هذه هي كرة تصل إلى ضربة ركنية. بيلعبها قصيرة لزميله.
حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. تصويب الآن، تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. ولا فرصة لكرة مرتدة، بمر فيها بعديه. كانت فرصة هدف لكن الحارس يمنع الكرة من الدخول. ردت فعل سريعة في اللقطة، اختار بأن يمررها إلى زميله فهد المولد، نجم المباراة، عريس القمة، حديث اليوم، مانشيت الصحف غدا، يتألق ويسجل الهاتريك في المباراة. ألا تأتي الإعادة وتعجز الكلمات عن الوصف. هدف ثالث وهاتريك للاعب الذي يقدم أداء خيالي في هذا اللقاء، والذي أرهق الخصم وعذب حارس المرمى. إذن حتى اللحظة مشاهدينا المباراة باتجاه واحد، والنتيجة تؤكد ذلك. فرق الأهداف كبير، ما زال أمامنا الكثير من الوقت قبل النهاية. محاولة للوصول إلى المرمى، القائم يتصدى. النتيجة 3-0 مع نهاية الشوط الأول. الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدماً في النتيجة، وعليه أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني. الخيبري يستعيد الكرة بأداء دفاعي قوي جداً. تمريرة في المساحة الفاضية، بيرسل الكرة في الخلف. اوهو، اختار الحل الصعب في اللقطة. شوف التسديدة من الزاوية الصعبة، كان ممكن تسجل، كانت قريبة في اللقطة الماضية، ضاعت هذه الفرصة. مباراة من طرف واحد على عكس كل التوقعات. نظرياً كنا نتوقع بأن نشاهد مباراة متكافئة بين فريقين من نفس المستوى تقريباً، لكننا نرى اليوم فريق يقوم بكل شيء وفريق آخر شبه مستسلم في هذا اللقاء. رائع في قراءة الفريق الخصم. فهد المولد، فرصة الآن، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. شوف اللاعبين وحركات الأحماء، نتوقع تغيير في هذه اللحظات. عبد الفتاح السيري، كونسالو مارتينيز، تدخل نظيف يفتك الكرة بدون أخطاء. عند الإمكانية هنا، كرة خطيرة من على الأطراف، يبعد الخطورة، بيرسل الكرة على الجناح. الآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. نشاهد تغيير فريق من تكتيك المتوازن، أصبح يعتمد على الكرات الطويلة، يبحث عن الضغط على المنافس، خلق فرص أكثر للتسجيل. شوف الآن الفريق بكامل أفراده قد تقدم للأمام، في اندفاع هجومي واضح، في شيء من المغامرة، ولكن هي مغامرة لابد منها. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. فهد المولد، المنافس يسيطر على الكرة. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. فهد المولد، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. نشوف الهدف مرة أخرى، اللاعب أخطأ في هذه اللقطة، فقد الكرة، كان العقاب سريعا، تلقى فريق هدف، يتحمل هو مسؤوليته بدون شك. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. ربع ساعة لنهاية أحداثها باللقاء.
تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. واضح المدرب راح يجري تغيير في هذا التوقيت. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. بيلعبها في مكان حلوة التسديدة، مرت يدوب فوق العارضة. تسديدة كانت قوية لكن ينقص الدقة والتوجيه في اللقطة الماضية. وقت التغيير الآن للفريق المستضيف. واضح المدرب اتخذ قراره. 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. تماس لنادي النصر. مدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. عبد الفستاح السيري. أعتقد في رأيي بأن المباراة انتهت بالفعل حتى قبل سطرة النهاية. لا يمكن أن يعود الفريق الخاسر في هذه اللحظات المتبقية من المباراة. يفقد الاستحواذ. حكم اللقاء يحتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع. تنطلق صفرة النهاية والفوز من نصيب الزوار في مباراة اليوم. أداء كبير وفوز كاسح وثلاث نقاط مستحقة. كان الطرف الأفضل والمهيمن والمسيطر على مجريات الأمور في الملعب.